بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الاسم محمد السراويف، ناشط جمعوي عن اللجنة المنظمة لمهرجان التراث المحلي الجهوي اللي راه كتشرف عليه مجموعة من الفعاليات المجتمع المدني الثقافية التي ارتأت أنها كتشرف على واحد إعادة أجداد ما صنعوه من فولكلور، من فولكلور اللي تبنات عليه واحد الميزات كبيرة. طبعا هذه الجمعيات فهي جمعية اللي خدينا فكرة أننا كنصنفوا موديل المهرجان على بعضنا البعض، واللي عطيناها واحد الفنان محبوب على الساحة الإقليمية والساحة الوطنية، الشاب محمد رمزي رئيس جمعية فنون الشرق الثقافية. طبعا لا أنسى أن يعني كنشكر جنود الخفاء اللي أنهم اللي تجندوا واحد الطريقة اللي ربما حماسية، لأنها من جمعية اتحاد الفولكلور، الجمعية خارج القطاع الفن الثقافي، وهي منظمة صحية دولية فرع تفتح لأول مرة بالمغرب بمدينة وجدة، جمعية ريتينا المغرب، لأنها بادرت أنها في تشجيع هذه المبادرة. طبعا أهداف المهرجان جات وهي يعني كنقدموا ولو شيء بسيط، نرجعوا المكانة ديال التراث، لأن طبعا الجهة الشرقية معروفة بمجموعة من الفنون، على الفن الرقادة، العلاوي، النهاري، ناهيك على أن مجموعة كل واحد يعطينا فرصة المرة لهذه النسخة الأولى، طبعا الأولى طبعا اللي قلنا حق نلقاو شي موهبة نسقلوها في الدورة المقبلة. لهذا ما ننساش كنشكر على السلطات المحلية، شكر طبعا لوسائل الإعلام اللي انتم شرفتوا على المواكبة على هذا المهرجان. وطبعا احنا كل ما انا كنقولوا مدينة وجدة كتحتفل بشي مهرجان، الا ان وجدة تغيرات منذ اعتلاء صاحب الجلالة العرش على أسلافه الميامين، ومن بعد خطاب 2003 اللي كان تحت شعار لتنمية الجهة الشرقية، تشعل منه تحولات دستورية اقتصادية. فلهذا ما احنا عندنا واحد الامل كيبقى واحد الاستمرارية واحد العطاء، ونكونوا جنود مجندين وراء سليل الدوحة الشريفة تحت شعار الخالد الله الوطن الملك. شكرا.